السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حصة صدى الشارع التي تأتيكم كل يوم على قناة المغاربية. حين كان الوزير الأول أحمد يحيى يناقش داخل الثلاثية مشروع خصصة المؤسسات العمومية وبيعها بالدينار الرمزي للمتربصين من رجال الأعمال، كان يوهم الجميع أنه يفعل ذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية. وحين كان ولد عباس يعقد لقاء مع أعضاء الثلاثية أو ما سمي بحكومة الظل للاعتراض على بيع المؤسسات العمومية، كان يهم الجميع أيضا أنه يفعل ذلك لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية. واليوم يتدخل فخامة رئيس الجمهورية حسب الجرائد طبعا، ويوقف كل الإجراءات التي باشرها الوزير الأول بتعليم تنسب لفخامة رئيس الجمهورية، وتدخل طبعا في إطار تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية. من هذه التناقضات والمفارقات يتساءل المتتبعون، هل حقا يوجد ما يمكن تسميته برنامج رئيس؟ وهل يمكن أن تكون إجراءات ويحيى والإجراءات التي اتخذت لتعطيلها وتدخل معا في إطار تطبيق برنامج الرئيس؟ مشاهدينا الأفاضل، حصة صدى الشارع ستكون اليوم باللغتين العربية والأمازيغية. أدني غيهي الزولوي تيتي غدي توانين سلام ربي ذا مقران في الأول مرحبا يسون نوفا بوت للي بوساقيا دي نوفا بوت للي بوساقيا ما زال غد نسكميل أول فشو قدران يعني أشو لي بروسيدور إيك حفظ عبد العزيز المتفقة يقدم يعني ويحيان يعني ولا والسنقين يعني يحفظ لي بروسيدور ناس ولا والسنق عدان يعني لي رونكونت يخدم يعني ويحيى وكذا سيدي سعيد وكذا سي حداد وكذا يركز التدريب من زمان الدنيا يستنى من بعد ولا ولد عباس دارني يخدم دارني لا رونكونت كل سن وكذا كيرك يعني تهضر ويحيى ولد عباس تهضر يعني في البروغرام البريزيدون تمرت الجزائر ثورا نفغ يفقد القرار السنقي باش غادي يحبس لي بروسيدور انوا نيت سوفون يسوفغي تسن البريزيدون تمرت الجزائر عبد العزيز بوتفليقه ذا غني عند ذا يخشم ذي البروغرام إنس دونك نبغى نفهم ذي النوفن بوت اللي ذا شو البروغرام يجي يستخدم ثيا ثيا بذاكي يعني كل يوم يحبس البروغرام بويض كل يوم ذي قار يعني البروغرام يجي نبوت في لقاء ذي فاس يجي نبوت في لقاء ذي يحبس سن لي ديسيزيون سن الور كوني هنا تقارن بك ذاكي البروغرام بوت في لقاء انت يحبسي ثني ناس مكينيا ديسيزيون كي ماشي نو الور كني هنا هدر ندافعش ذاكي نوالا قفيس ذا غني وكذا قلا تبون مو قادر يقول لنا قبيس يوكا هدرون نسل البروغرام اجين عبد العزيز بوتفليقة دونك دي نوفا بوت اللي بوساقيا ولدي تي بورا كون ويكون متيا غيدي سوالين ادفكم راينون قبل ما نروح نطفي سوال دون نروح نسل كان الفيتيا راكيا ود نوال غرون. مشاهدينا الافاضل في الموضوع نشاهد تقرير الزميل ثم نعود. كلام الليل يمحوه النهار، هكذا يبدو الحال في الجزائر مع قرارات كثيرة تتخذها حكومة الرئيس، ثم بعد ذلك تتدخل الرئاسة بقرارة متناقضة تماما تلغي إجراءات الحكومة أو عملها. في آخر التفاصيل تشير مصادر كثيرة أن الرئاسة رفضت رفضا قاطعا توجه الحكومة للتنازل عن جزء من رأس مال الشركات المملوكة للدولة، ووجهت تعليمات صارمة لأويحيى بوقف هذا التوجه. حكومة أويحيى كانت قد أبدت استعدادها خلال اجتماع ثلاثي ضم نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل الشهر الماضي لخصخصة الشركات العمومية بهدف وقف التدهور المالي الذي تشهده البلاد. كان اللقاء هذا فرصة مثل ما قلت في الافتتاح لإعادة ربط الصلة ما بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، وكان كذلك اللقاء جاء في سياق توجيهات أو تشجيعات السيد رئيس الجمهورية للشركاء للتجنيد وتضافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد. كانت لنا فرصة. فماذا يعني تدخل رئاسة الجمهورية لإلغاء عمل حكومي؟ هل يعني هذا أن للحكومة برنامج عمل خاص بها مختلف تماما عن برنامج الرئيس الذي تقول أحزاب السلطة أنها تطبقه بحذافره؟ هل هي أزمة خانقة أم فوضى وصراع خفي يشارك فيه جمال ولد عباس وشكيب خليل؟ هل هناك تضارب في الرؤية والمصالح بين الحكومة ورئاسة الجمهورية؟
أم أن الأخيرة هي من يقف وراء قرار خصخصة الشركات العمومية؟ لكن عندما اتضح رفض الرأي العام لهذه القرارات تدخلت وألغت مشروع الخصخصة ليظهر بوتفليقة أو من يقف وراءه بمظهر المنتصر للشعب لحسابات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. في الواقع ليست هذه المرة الأولى التي يتعارض فيها عمل الحكومة مع قرارات مضادة صدرت من رئاسة الجمهورية، فالإطاحة بعبد المجيد تبون من رأس الحكومة جاءت بعدما بدأ الأخير مسعى للحد من تغول رجال الأعمال وتغلغلهم في مفاصل الدولة. أراد أن يحاسب فجاء قرار تنحيته سريعا من الرئاسة، وقبل ذلك كانت رئاسة الجمهورية هي من تدخلت وألغت إجراءات تشمل خصخصة شركة سوناطراك. بوتفليقة أيضا تدخل بعد المصادقة على قانون المالية للعام الماضي وألغى قرارات مثيرة للجدل تخص التقاعد النسبي. الأمثلة كثيرة، ما يطرح عدة تساؤلات حول فوضى القرارات وتضاربها بين الحكومة والرئيس. ماذا يعني أن تعلن كل الحكومات أنها تطبق برنامج الرئيس بحذافره، ثم بعد ذلك يتضح التصادم والتضارب الصارخ حول قرارات كبرى؟ الجواب كما يقول كثيرون إنه لا الحكومة ولا الرئيس يمتلكان برنامج عمل حقيقي. كل ما في الأمر هناك اعتماد على مال النفط في تسيير شؤون البلاد وربح الوقت للبقاء في السلطة. وعندما تفجرت الأزمة المالية كشفت المستور، واتضح أن الحكومة والرئاسة تسيران الأزمة يوما بيوم لا تسيرانها. الأزمة هي من تحكم عمل الحكومة والرئاسة وتتحكم في مستقبلهما. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم مرة أخرى في حصة صدى الشارع. تي دغدي توالين زول دي ميكتيكل سنات مرحبا يسون دي نوفا بوت لليا بوساكيا انصر جو هي غسول ون دي نيميرو ريكيا ايدي تبانن اكسر قبل ما نطفي سول ون. مشاهدينا الافاضل نرجو اذا ننتظر اذا اتصالاتكم. ناخذ الاتصال الاول، يقولوا لي جمال من العاصمه. مرحبا بك جمال. جمال جمال من العاصمه، انقطع جمال. يقول لي نذهب إلى حسين. حسين حسين من بليدة، مرحبا بك حسين. حسين يبدو أن انقطعت المكالمة أيضا مع حسين، هناك خلل صغير تقني. إذا ماذا يحدث في دواليب السلطة بعد تعليمة رئيس الجمهورية؟ ديني غير هي هذا الشو يقدرون قخام يعني الحكومة انتمورث نلزاير أن روح سساول أم زواروي هي رمضان سيلا أربعة نثيرة مكالمة. إذا الأولى تاع اليوم رمضان من الأربعة. مرحبا بك يا رمضان. رمضان سيلا أربعة نثيرة أسلام عينيك. مرحبا يا رمضان. أسلام عينيك طبعا أفلاك يسال الخير الحمد لله. وصافي نبدو الهضره قرون ديريكت. انا ما خليك سريع اذا خليك اون ديريكت. لا سلام عليك. انت كيفاش تهضر والله ما خلاصك تهضر. انا هضر يعني في لا ديسيزيون كي حبس لي بروسيدور عبد العزيز بوتفليقه انا ويحيى وسناقيا. وقيت وقع مخلوف سيدي السيناريو. ايه سيدي سيناريو وتسخينا لها باش هادي بدا هادي الساكية موندا. انا تنخيل كل الشعب اش هادي اللي نقول الكل كلش نزمي لها. ياكل شي من الناس الله يرحمهم الناس. الناس اللي فات الكاون خر اي ناس زراعه ولي فات الكاون. كنا كنا نسلي الفرحه في مزيغني مولا انا نسكن عربي في الكنا صحيت تا رمضان كي نشكرك بهنا صلى الله ربعه خلي هذه اسمع انا مكمع ايه قلت لهم قال الولنا في مهدر قال صحيت اجمع كي نشكر انا روحي هي صحيت سي رمضان انا نروح على الكريم سي تو فيروس. مرحبا بك كريم مكمع. السلام عليكم. ازيك وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك كيف تصور راك ماشي البويره؟
أنا شارك على الموضوع كل شكي يعني مقيم فرصة. إيه. مع شكي لا يعني سناني هي شيء يأتي بس ما بيصير ما نصب. وكيك سنت وغارنتي دوي الناد دوي بدل الهضرة ما نوال فرصة ذاك اللي الجاي. كوري اللي كنا شفنا مشتري الجزائر كي مش كانك واعتبر عن فرق اتزنزنا زنزنا سيجار مؤتمر فتزنزنا ماشي كان يعني بالقطعة كلا ما خمنين خوصة صنع على شو أخذنا يكون يعني غني هم من هم أنا في مازي هو من أنا غير جاز اللي هذي الحكم وما يقرأ لك يا تهاتد من الباجاج هذا المكان صحيتك يعني ما كنتش كوري هي سيتو فيرت نروح على تيارت خونا خونا محمد من تيارت مرحبا بك خويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اعطيني واحد شوي وقت نكمل كاع الفكره نهائيا كاع نعم تفضل ما نطولش نظامنا في الجزائر يعتمد على الالغاز والرمزيه ولا يتضمن ما يقول اذا رجعنا للقبل بدأ هذا النظام يذل الشعب. فلان في الشرق واش قال للشعب؟ إذا ذكر. بن يونس ماذا قال للشعب؟ سب الشعب. سيدي سعيد ماذا قال للشعب؟ سب الشعب. ويحيى ماذا قال؟ جوا كلبك هذيك اللي آخره. وعندما انتهوا من ذل الشعب بدأ النظام يذل رجاله. إقالة فلان بدون إعلامي، إقالة وزير طاقة في الخارج، إقالة تبون. إقالة بالخادم، إقالة وزير هذاك تاع السياحة في دقيقتين. والآن لا كلام للبرلمان أو الوزير أو أي إنسان إلا إذا لجأوا إلى الرئاسة. فرجعوا إلى آخر هو أويحيى وربما المرة الأخيرة. ولكن أويحيى يعرف ما يقول. فأجابهم في بالرمزية والألغاز هذه منها امام البرلمان عندما قال لهم يعرف شخص الشعب وين راحت الالف مليار ليش المقصود من عنه الشعب؟ انه الشعب يعرفكم من درتوها. اعتذر للسعوديه بدون علم وذهب للخوصصه فكانت الجواب التعليمه ولكن اعتقد ان هذه المره لا يطيله هو طواعيه سيستقيل. وهذه المره في 2018 شوفوا هذا النظام ربما في 2018 هذه ولد عباس كيقول لك ننتقم على الرئيس ولو في القبر. حداد يقول لك حتى للممات. وقول الدولة أنا الدولة والدولة أنا هذا قول لويس كاتورز. ولويس كاتورز هذا ملك. فلجأوا للزوايا والعروشية وملفات الفساد ربما سيكون تغيير دستوري والله أعلم. شكرا محمد انتيارت نذهب الى بسكرة اذا عند عبد الحليم مرحبا بك عبد الحليم السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته وعن سعيد اخوتنا الامازيغ ومبروك علينا وعليكم شكرا خويا عليكم السلام اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه إلغاء تعليمه رئيس الحكومة أحمد بن يحيى لأنه لو طبق ما يوقع فيه انفجار في كل الاتجاهات توصل بنت لأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلد تتطلب التعقل وتتطلب الاعتراف بالأخطاء وكذلك جماعة المال تصبح خطرا على الجزائر وبالتالي فمن مصلحة المنظومة الحكومية في الجزائر أن تلغي تعليمات سيد رئيس الحكومة لأنها خطر كبير على الجزائر لأنه أغلقت الشركات سابقا وستغلق الشركات التي أثبتت جدارتها اقتصاديا وفي تكوين الثروة وتكوين يعني حتى مستقبل لو طاحت بين ايدي امينه ومتحكمه في التكنولوجيات والتسويق وبالتالي فالرئاسه ادركت بان هذه التعليمات خطر كبير ويجب الغائها
وبالنسبة لي استشرف بإذن الله تعالى أن الجزائر لا يكون فيها أمد إن شاء الله بإذن الله على المدى القصير المتوسط فلتخرج منا فقر إن شاء الله وتكون بين أيدي أمينة تحقق هدف الشهداء رحمه الله عز وجل الدين الوطن ومحاربة الفقر ورفع العزة شكرا لك شكرا لك عبد الحليم خويا نشكرك من بسكرة رزقي سيتي زي وزوا زلف لك رزقي زلف لا وانا مشيت سيدي لك لا باس عفوا لك يسامحك صافي مجاز صحيتك معاك والله ساكن ساكن خلاص مودا زمنا نقول والله هذا زمنا نقول والله الله يبارك والله هذا اي ها لكن ودي لا الحمد لله يحيى إذا حمد الله يحييك أنت لي جو إمي إلي طري المال ولا إلي يكسي من العزام خرب الواما نجري غي روح أتفرم تلوخلو السلام عليكم وعليكم السلام صحة أرسخ أقمتنا معوش سيف قيتي سراجون أزول في لك أقمتنا أزول في لك أقمة مخلوف أزول أقمة أزول لك مدوكاليك مدوكاليك المغاربية أزول دارين دارين قل زير بريده صحيت أول عام سعيد ومبارك إلى كل سكان شمال إفريقيا فيما يخص تعليمة الرئيس أعتقد أنها لا تعارض الخوصصة والشراكة بين القطاع العام والخاص التعليمة تقول الخوصصة يجب أن تخضع لموافقة الرئيس فقط معناه أن أتباع الأفلام يريدون أن يستفيدون كأتباع الإيرندي من الخوصصة لأننا نعرف أن رئيس الحكومة عينه رئيس الجمهورية وحكومة رئيس الجمهورية يعني مسرحية وإحنا نشوفه جهة أخرى ربي عونكم في الأمان صحيح تامع وشكين نشكر سيمع وش نروح عند غازي من أضرار مرحبا بك يا غازي خويا مساء الخير أخي العزيز يا مجاهد البطل حفظكم الله ورعاكم يا شهداء الله في الأرض الذين اليوم تبذلون كل ما في وسعكم لخدمة البلاد والعباد يا أخي العزيز أعلم الجميع أعلم جميع المستمعين بأن اليوم الشعب الجزائري أنعم الله عليه بهذه القناة المحبوبة هذه القناة التي يشهد لكم الجميع يوم القيامة أمام الله بأنكم تصدقون قول الرسول صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أنتم تحبون وطنكم وتخدمون وطنكم وتفتخرون بوطنكم أيها الأبطال أيها السجعان اليوم جميع من يحب الجزائر يا أخي العزيز ادعو لكم بالخير وأقول لكم يا أخي العزيز كل ما تبذلونه اليوم هو لمصلحة البلاد والعباد ولكن يا أخي العزيز ما دمنا نرى الجزائر يحكم هؤلاء الذين خالوا البلاد والعباد الذين لا يبالون بما يفعلون على الإطلاق كأنهم ليسوا وطنيين كأنهم خالوا البلاد والعباد يا أخي العزيز يا شعب الجزائر أناديكم وسأحاسبكم على شهادة يوم القيامة أمام الله بأنكم لم تفعلون شيئا لوطنكم كأنكم لا تحبون وطنكم أرجوكم يا شعب الجزائر استيقظوا من نومكم الطويل قد فاتكم الكثير بلادكم باعوا هؤلاء الخونة لا لا شكرا لك اليوم لا غازي خويا اخي نشكرك غازي كنت معنا من اضرار نذهب الى سعاد سيتي زي وزو مرحبا سي سما سعاد الزوله مخلوف الزوله ولت ما سعاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اش قسم كاز صحيت ولت ما قسم كاز ايوا كلمه تصف مخلوف الزنبور ها في المثال الخير ان شاء الله تجيو على هذاك نقطع شحال يزول يخدم يفقع وقاموج ان شاء الله ان شاء الله خير هذه يدنا ان شاء الله غادي نغ وي كني صغير منك كني اسم ليلي وي تاكل كوالي باكل
كيف كيف يا خي دات البي كي تشكر كيف بس قلت لك واش كاع سي خي زعري وين الطقسن اكثر مازال زين صام زرنا فاقو لان فاش كان ولد مو كان الحاجه هذه تزين الدوله وقلنا يا ختم هذا بويا كيف ذات الشتاء ذات قصوف ذات الشتاء اش عندنا نزمات مع بويا لا قلت نديت صحيت مخلوف ثاني ما جات جاتي قلت تزويتي ويا صحيت نشكر سليم اذا من فرنسا مرحبا بك سليم الله يسلمك اخي تحيه طيبه لك الاخ مخلوف وعلى جميع مشاهدي برنامجك شكرا لك خويا والله شوف ما يخص يعني هذه تاع الخوصصه و والمشاكل اللي حصلت بين يعني رئيس الحكومة ويعني نادي رؤساء المؤسسات واتحاد العام للعمل الجزائري الثلاثية هذه انعقدت وداروا فيها لو باكت نتاع لو بارتناريا اونتر بوبليك و بريفي ومن بعد تعليمة رئاسية تقول كل مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي لي بي ام او ولا غروند انتربريز بوبليك لازم كي تفوت على المجلس تاع لي بارتيسيپاسيون لو كونسيل بارتيسيپاسيون دو ليتا يفوك لازم تفوت عند رئيس الجمهوريه وهو اللي قرر والله شوف هناك تناقضات كبيره في اتخاذ القرارات هذا يبين لك باللي كل واحد راه يضرب يعني في جهه من هي دوله عندك لفلان دوله وعندك من الحكومه دوله ورئاسه الجمهوريه دوله اخرى هذا يبين انه اولا ما كانش يعني شفافيه في تسيير الاقتصاد ما كانش يعني رؤيه بعيده المدى للخروج من الازمه الاقتصاديه اللي تخبط فيها الجزائر لانه اولا رئاسه الجمهوريه لازم اي قرار يرجع لها لو كانت هناك مؤسسات يعني ورؤيه واضحه مش شرط لازم كل حاجه ترجع لرئاسه الجمهوريه ويهز فيها قرار شخصيا أنا أقول فقط أنه الفكرة تاع المؤسسات الصغيرة يعني الدولة مش من مهمتها تبيع الكارلاج ولا تبيع البريك صح مش مهمة الدولة حقيقة ولكن هذه مؤسسات ورثتها من النظام الاشتراكي وكذا إلى اليوم إذا كان يعني نحوسوا على حل هذه المؤسسات اللي كل عام تأكل نقول لك عشرات المليارات من الدولارات أسينيسمو كل عام باش لأنها ديون وهي خاسرة لازم لها فقط المؤسسات الصغيرة أقول ليست استراتيجية الصغيرة العمومية المتوسطة والصغيرة لحب تتباع يعني بلاكتيف والباسيف تباع إلى الخاص ويلتزم بالمحافظة على مناصب العمل هذا هو الحل ما كانش حل آخر أما إذا كان تقول لي ندخل ب 66% لبريفي كما داروها في لو باكت دو بارتناريا انتر بوبليك اي بريفي 66% pour le privé et 34% pour l'entreprise publique. هنا راهي كاينه ديجا 34 باش ما تكونش الاغلبيه باه يعني يكون بلوكاج هذا الخاص اللي راح يدخل الشركات هذه يكون عنده بلوكاج من 34 ما عندوش دو تيير تاع دو تيير في لي اسامبلي دونك واش حاب نقولوا راح يدخل هذا المؤسسه شكون الانتهازي كما عرفنا في وقت سابق راح يدي المؤسسات يدي العقار بالدينار الرمزي بالقروض ومن بعد شكون يستفيد؟ هذو الناس اللي راهم يتبعوا في النظام ويقول لك انا مع الرئيس ولو كان في القبر وميت، هذو هما المستفيدين. شكرا. شكرا خويا سليم وصلت الرساله، نشكرك فضيل اذا من بسكرا في الانتظار، مرحبا بك يا فضيل. الو السلام عليكم اخي مخلوف. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك ويتم بك وللطاقم المغاربيه الاولى والثانيه ولكم الجزائريين بدون استثناء اخي مخلوف. شكرا. ربما الحديث اخي مخلوف يعني عند وليد السلطه بعد تعليمات السيد الرئيس عن القوصصه. يعني الحمد لله اليوم عاد الناس يعني الاكثريه عاد ياتوا يقول لك الرئيس هدر يعني ربما كانت يعني المشوار الطويل هذا عند السكوت نتاعو عرفتوا اليوم باللي راهو عنده هو كلمه على في الجزائر وهذا ما يخلينا نتعمقوا احنا في الفكر السياسي والاقتصادي. من وجهه نظري اخي مخلوق يعني ربما السيد الوزير الاول السيد احمد ويحيى عنده نظره شموليه للاقتصاد الجزائري.
ديال الحوصصة هذه ربما اللي غائب عن الجزائر الشيء الواقع يعني في المحيط نتاعنا الاقتصادي أن القطاع الخاص طغى على كل المسار الاقتصادي. يعني ربما المدارس الاستثنائية هذه تاع في التكوين المهني ولا ذاك عطي الخواص، وإنما السيد الرئيس لمح يعني في النبذة هذه الاقتصادية والمحصول عليها أنه الجانب الاقتصادي ربما القطاع العام هو احتكار للناس الانتهازيين والمصالح الكبرى اللي تم عليها الصفقات، وإنما في وجهة نظري أنه السيد يحيى عنده رؤية اقتصادية وعنده خبرة سياسية اقتصادية، وهذا المطلب ربما يكون له دراسة. وإحنا أنا كمتتبع للشأن الاقتصادي الرؤية للسيد يحيى هي الحل الوحيد والأنجح. والسلام عليكم أخي مصطفى. وعليكم السلام، شكرا لك فضيل. رابح من ألمانيا، إذا مرحبا بك رابح، سمعت واش قالنا أخونا فضيل بسكرة. زول العسلماني. زولك مرحبا عسلماني. أسقسم قزو كيسا إجاينيني عندي لنا كيس لوموند كيس يوديس مغاربية أكو يوغورتا دي الشكرا مليح تحيت أذكر زول تانية أوكيس المغاربية جايك مع عزيز باش نهضروا على الهضرة ليس باش من كل ناس من كل الجزائري. شوفك مع عزيز ترى ليطا الجيريان صافي لونطون لهنا غاد قارن باللي نكوني قلا غنتحضر في الاستقرار، يعني غانا نحضروا في الجزائر. الجزائر مبيوعة من 62 بومدين الحكم ديجا جاب لي كلون تاوعو، ومن بعد الاخر الجنرال هذاك الوقت كولونيل داروا ان كلون الور سي كيفي الجزائر هذه بروغرامي الور دونك باش نهضروا على لي ديجا لي بريمي مينيس لي جازو هذا كيما هذا زرحوني هذا اللي قتل القبائل في تيزي وزو سي دي جون، ومن بعد جا هذا يا واسمو هذا يا بن فليس اللي دار انتيردي كل مسيره في الجزائر 2001 الله سي كيفي درك. ومن بعد جا هذايا ويحيى هذايا سي تان نوم دافير تاع تبزنيز الله سي كيفي هذا ديجا راهو دار دراهم زي 10 مليار دولار فيهم لي بوس ما حاسبو الور سي كيفي الاخر سعيد بوتفليقه جاب حداد هذايا قالوا لي مليار ملياردير الور هو كان عند ديلونشاج على ليبوك كان يخدم تريطوارات رجع ملياردير الور سي كيفي البلاد هادي التي بارطاجي الور سي كيفي انا ما فهمتش كاين بزاف الشعب اللي هذا فرحات مهني قسم البلاد الحكام هما اللي قسموا البلاد هذا وليد مجاهد هذا فرحات مهني فرحات مهني زارقاز خاطرش وعلاش لي مليار باش نهضروا نوضحوا للشعب الجزائري انا نحب الجزائر الغرب والشرق واش هو خلاص خلاونا باش نديروا هذا الشيء. شكرا لك رابح نشكروك وصلونا لهذا الشيء هذا. شكرا صحيت رابح خويا نشكروك. عمار من سوق هراس في الانتظار مرحبا بك عمار. السلام عليكم. واش راك مخلوف؟ عليكم السلام. سؤال عليك خويا عمار. خويا مخلوف في البدايه راح نقول لك تسمع فيا؟ نعم. بغيتك الصوت يرجع ليا شويه. انا نسمع فيك. شوف الرقم هذا اللي درتوها هي كلنا في الدراهم بزاف. شوف هاك معايا. اها. واذا كان النمرو هذا دايرينه للقبايل قولوا للشاويه وانت غردايه وتاع الصحراء ما يزيدوش يدخلوا. هذه نقطة ثانية، النقطة الثالثة لماذا علاش نقولوا لهم ما يزيدوش الدكتور عمار علاش نقولوا لهم ما يزيدوش يدخلوا؟ قلت لك مادام دايرين النيمرو هذايا تاع سكايب هذا قادر ناس يفليكسيو ب 10,000 ما يقدروش يهضروا معكم ونشوف القناة نتاعكم غير المعظم 10 قبائل واحد شاوي واحد مزادي. ثانيا لماذا انسحب الدكتور
العربي زيتوت من قناتكم. ثالثا لماذا أبو صهيب وأبو ياسين وأبو أمين وأبو معلش عمار عمار هذا موضوع آخر خويا، أعطينا رأيك في موضوع اليوم يعني. شوف الرأي نتاعي أنا نهضر بصراحة تسمع معايا والله هي القناة نتاع قرطون شط 50 سنة وكل بلاد تحلوا فيها قناة المغاربية والله ما تديروا شيء للجزائر. شكرا لك وما عمار ومازالوا بنا الشهر. شكرا لك خويا عمار. سوق هراس خارج الموضوع. مكالمة أخرى إذا ياسين من عنابة، مرحبا بك ياسين. ياسين من عنابة، ياسين. مشاهدينا الأفاضل إذا نذهب إلى فاصل قصير في الفيتيار هذا ويتي دغدي توالين أنا روحي هي سبدي أمشطوح باش أنوالي الفيديو كي تمشطوح تولنو الغروب. كاش زابل كاين فيتيار نال فيتيار الفيتيار لا واسمو الفيديو الفيديو تاع واسمو حتى اتصال والله عيط عيط مالكش واحد ولا زوج نبداو به اوه
السلام عليكم مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم مره اخرى. ويتي داند توالين زور سلام ربي ذا مقران في الاول مرحبا يسون تكل تسناتي هي انطف اسول مزوارو عبد الحكيم مسيل الجزائر. عبد الحكيم من الجزائر العاصمه، مرحبا بك يا عبد الحكيم. مرحبا بك خويا مخلوق. مرحبا بك خويا عبد الحكيم. انا جاي اقول والله 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 ثلاث مرات غير خسرت 70,000 وانا نحاول نهضر ندخل وما قدرتش. لهذا السيد من عندنا من سوق عراس اللي يقول القبائل ما واش عندك مع المغاربيه ومع الامريكيه؟ والله غير 70,000 وما دخلت. وعلاش تتهم في المغاربيه؟ حنا ان شاء الله ناضلو نديرو لها مكتب في الجزائر. وانت شق بروحك ولا دز معاهم. ربي يعاونك خويا مخلوق. شكرا عبد الحكيم، ربي يعاونك انت ثاني. مكالمة أخرى أيضا، نسيم من الجزائر أيضا. نسيم مرحبا بك خويا نسيم. نسيم نسيم يبدو ماهوش يسمع فينا. حسن سيتي زوزا زول في الأخير متنا. حسن حسن أتقرني زم حسن سعيد هي سعيد سيباري. السلام عليك سعيد. أزول في الأول يا رب تسلم الله خويا مخلوق. صحيتك من سعيد. إذا شاه دنيا ذي هيك متنا ذي نوفا بوساقيا شو قدرون ويحيا وسناقيا نشتاقيا الكل يا ما كنا زرا خويا مخيوف وشنو تميوت شنا راك راسن نشتاقيا غبار سردن من نواقين سندن من نوع طنوضين ايه فرا انا كفاية سناغن ماشي ذاين يعني انا يذوذ يذوذ تسونت رنت زخيت بواضين ورسجنا ذي نفس ورسجنا ذي حريك ورسجنا ذي النقمو ورسجنا ذي نرني ورسجنا ذي النظن فرا انا هنا تناغن يا راسنا انا وايتشنا اشتاقد يقول انا سبعين كير كلنا البترول كل يوم امي البترول انا نقص وانا الشمس مورث هنا بلوس اللي هي لا كونتراكسيون دو لا رونت بلوس ني سيني نا تميو تشان غيراس انا انا خويا مخيوف اش قدر انا ديك زو ديو يعني ريك ونش تاكي ماشي ذا ميوتشي يجين سن انا ذا مشاد انا فورا ما ممسود انا غيراس انا يكفو شوماج يكفو ميزيريا يكفو محقراني يكفو ان ظن صح ني سيني راون سن وير ورانت سموريكير براني و يتشان ويسوغان و ورسني خصوصا شمال انا خويا مخيوط. صحيت اسعدك نشكرك من تنطل لدينا سيباري. انا نروح على عمر من ام بواقي. مرحبا بك يا عمر خويا. عمر من ام بواقي. عمر يسمع فينا؟ اذا مصطفى من البرج، مرحبا بك يا مصطفى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لكل المشاهدين الكرام في الداخل والخارج. ما بخصوص التعليمات نتاع رئاسه الجمهوريه على مؤسسات الاستراتيجيه، هذا قرار صائب على كل حال. لازمنا نحافظوا على المؤسسات نتاعنا باش ما تروحش الخواص. لان المؤسسات هذه ملك الشعب الجزائري. وهذه حقيقه يعني ماهوش قال رانا قاعدين نبروسيو ولكن سي لا فيريتي. لي سوسيتي ناسيونال لازم يبقاو هكذا. اذا كان يروحوا للخواص على بالك حنا المؤسسات هذه ما لازمش تروح، لازم تبقى هكذا. يعني قرار صعيب الرئيس التعليمه اللي دارها والقرار اللي خذاه يعني قرار صعيب. شكرا لك مصطفى ونتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله. نعم شكرا مصطفى خويا نشكرك. عاشور اذا من عين توتا، مرحبا بك عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمعني يا مخلوف. راني نسمعك خويا عاشور تفضل. بارك الله فيك، خاطر التليفون شويه رجعوا لي انا.
المهم ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين، وربي ينصر ان شاء الله كما غازي اللي هدر من أضرار، ومي عمار اللي هدر من صبه راس، بلو يقدر يروح يدير يهدر في الخبر ولا في النهار ولا في الاذاعه نتاعو. حنا عندنا الاذاعه هذه رانا مغلفين، رانا نحبوا يشرحوا قلوبنا من العوج. ومي فكرتو يحيى هذه نتاع الخصخصه هذه اللي راهم يخصخصوا فيها، واحد يقول زيد، واحد يقول زيد المرقه، واحد يقول بركه. حنا هذيك رانا منهم كل عام وكل وش كيفاش راهين ينحيوا ويحيى، لازم يديروا له ولد عباس وجماعه هذو شوكي بخليل وهذو، هذو لازم ضد بعضهم كل خطره يديروا بعض يهيونا بواحد وخلاص. هذا ما كان. بارك الله فيك. شكرا لك عاشر. وعليكم السلام ورحمه الله. من عين توتا نروحوا لعنابه، اذا عند محمد خونا. مرحبا بك محمد. محمد انقطع من عنابه. سعيد سي توفيرتس، اسلام عليك سعيد. الو، اسلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. نقوم يرفض الدغن. الو، انا مساعدك. سلغ ايه سعيد. السلام عليكم. الزول. وعليكم السلام. الزول نبات مخلوق. نقوم يرفض الدغن. اسلام عليك. المغرب ياكل. مرحبا يسك اجمع. السلامه. وعد هذا في برما كان هو يحيى جات قرمه كجيس ويحيى سيدي الساعد وين حد علي حداد نجمع نوك ستليان توتاسيون بعد ولد عباس يقعد يعاجون شبعيد السر بعد بوتفليقة يشكد هذا الناس يشكد الغاية يخدموا يحيى إذا كان ماشي يكون ماشي يعني دوش نخليه يحيى لو كان دار كاش كاديا وغاكا كي دار كاش بصح لاني نبان هذه ديميسيوني صح هذا صح نورمالمون. أعطيك صحة سعيد. أكيد نشكره سي توفيرتس بريد مزور يساوي سعيد. شريف سي العاصمة سي ألجي. شريف من العاصمة، مرحبا بك خويا. السلام عليكم خويا. أزول في العون. أزول أكبر شريف، مرحبا بك خويا. الرقم هذا تاعكم تاعنا راهو ياكل لي 100,000 وما نتكلمش، والأخ عمار ماهوش غلط ولكن غلط في نقطة واحدة نتاع القبائلي وماشي قبائلي. أقول له سي عمار راك غلط على رقبتي انا ما فيهاش العقليه هذه. ويعني لكن يدير مزيه سي عمار يطلب الاعتذار. ما هو انسان طيب وهو زعفان، على بالي بلي زعفان. شريف هاد شريف خويا هاد الرقم هذا عندنا اكثر من عام وحنا نستعملوه، يعني حتى اليوم باش جانا هاد يعني الرومارك اللي دارها هذا الاخ اللي عيط مصطفى الله اعلم. يعني وانت الثاني اليوم يعني ما كانش عندنا قاعد المشكل من قبل. هذا رقم عادي، رقم تاع فيكس خويا. من قبل كان هذا الرقم هذا يعني اكثر من سنه، احنا اكثر من عام احنا نستعملوا فيه. كنا مواطنين. انا نقول لك صراحه والله العظيم قسما عظم بالله العلي العظيم او ياكل لي زينيتي عجب. لا مانيش نقول لكم القناه وما نش نقول لكم قبائل ولا فلان ولا فلان، انا نقول لك الرقم هذا. شكرا اخي. القضيه تاع السيد رئيس الجمهوريه الغاء الكلام تاع سي ويحيى والاجتماع هذاك، نقول لك انسان ما عندوش مصداقيه وماهوش ظاهر في الصوره وما تكلمش مع الشعب الجزائري يمد روحه المصداقيه بالطريقه هذه انه الغاء ويحيى. الغاء القضيه تاع المجمع تاع اصحاب المال هذوما وهي كلهم متفاهمين اخي الكريم، باش الشعب الجزائري يقول لك رئيس الجمهوريه راهو يحب البلاد وانسان ماهوش يحكم. والله ماهو يحكم، انا نتحمل المسؤوليه امام ربي. لو يحكم يخرج يقول لنا السلام عليكم. شكرا لك شريف. انا خرج قال لنا السلام عليكم، انا من غدوه معاه كما درت معاه زوج عهدات
نكمل معها العودة الخامسة. نتحدى أي واحد يخرج رئيس الجمهورية ويقول الشعب الجزائري السلام عليكم نزيدوا له 10 عودات مش عودة واحدة. وعليكم السلام. شكرا لك شريف. محمد من عنابة إذا عاد إلينا، مرحبا بك محمد. أهلا أخويا. أهلا أخويا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا. نعم أخويا تفضل. تفضل محمد كان المباشر. اخويا انا هدايا اهدر اهدر كان المباشر اخويا محمد. اخويا العزيز شوف عنا شوف الجزائر دي راهي لابس بها ايه فهمت راهم ناقصينها رجال اخويا راهم حاطين شحوات حيحكموا فينا راهم بخسوا فينا قدام العالم أحمى الشهداء يا أخوي اللي ماتوا على الوطن فهمت. شكرا لك. شكرا أخوي محمد معنا. بارك الله فيك أخوي. فيكم بركة. أبو ياسين من فرنسا إذا معنا، مرحبا بك أبو ياسين. السلام عليكم أخي مخلوف. وعليكم السلام. وسلامي إلى جميع الأحراف الداخل والخارج. شكرا أبو ياسين. أخي مخلوف الله يفرحك. آمين. والله يرضي عليك الوالدين. آمين أجمعين. مدة طويلة ما تدخلتش. تفضل خويا. ولكن راك تعرف هذا المثل الا تبغيني إيه؟ تعطيني الراي اللي يبكيني ماشي الراي اللي يضحكني. صح. انا من الاول كانت عاده تجربه القناه المغاربيه وانا ندخل فيها ولكن عندما ننتقد القناه المغاربيه ليس لكرهها ولكن بعض الملاحظات ربما يا سي مخلوف يكون يعني فيه تصحيح. اسمح لي مليح وثاني باغي نقول لك انا بالله العلي العظيم عندما جاء هذا الموضوع نتاع القبائل والامازيغ انا اول اللي قلت واحد الكلمه تمنيت ما يكونش هكذا هذا الموضوع ما بين القبائل والعرب ما بغيت نتكلموا تكلم الهم نتاعنا الكبير وهو رحيل هذا النظام اما القبائلي والشاوي والغربي والسرقي رحنا خوت ولكن عندما يتكلم أخي عمار على الكلام أنا أقول له أنا نفهم أخي عمار يا أخي مخلوف القلب نتاعه تعمر لماذا عندما يقول أحد الإنسان هذه مدة أنت يا ربما ما كنت أنت في القفاة يسب الشاوية أنا من الغرب من تلمسان ولكن الشاوي حبيبي والقبيلي حبيبي ويسب الشاوية والإنسان اللي كان فما في بلاستك ما دارش عليه ملاحظات قال له هذا الشوية عندما يجي هذا الحسين من فرنسا ويسب المسلمين ويسب هذا عباس المدني وعادي بالحاج هذا عيب أنا ما تقبلش الأرسيدي ولكن ما نسبش سعيد سعدي ما نسبش المجاهد الكبير أي تحمد هذا هم الذين يا أخي مخلوق اللي كرهوا ما بين العرب وما بين العربي ومن الأمازيغي لماذا أنت يا مخلوف أبو ياسين أبو ياسين حتى لا حتى لا نطيل بزاف في الموضوع هذا ما كان حتى واحد ما نخلو حتى واحد يسب هنا يعني كل واحد الله يحفظك رانا على المباشر ونحترموا الجميع ونمدوا الرأي والرأي الآخر للجميع باش ما نطيلوش بزاف أعطينا وش رأيك في موضوع اليوم من فضلك الرأي نتاعي نطلب من القناة المغاربية أن تتراجع قليلا وتطلب من المجاهدين ومن المناضلين تكلموا بالحق منهم وأخي حبيبي أبو صهيب أم أمين أم يونس مصطفى نبيل الحسين من فرنسا الحسين الحقيقي وليس الحسين المخفي المنافق لا 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 حتى أبو ياسين حنا تن ما نسمحوا لكش مع القناة المغربية لا ما نسمحوكش تجرح الناس بهذا الكلام لا يعنيك شيء تتكلم قبيله معليش أبو ياسين خويا معليش أنت كلامك دائما موزون ولكن بهذه الكلمة ما قصتهاش نشكرك أبو ياسين نذهب إلى عمر إذن من العاصمة اللي راه يستنى فينا مرحبا بك عمر السلام عليك أخي مخلوف وعليكم السلام مرحبا بك عمر الله يبارك فيك أستاذ سبحان الله العظيم على ما أظن أن سنة 2018 ستكون سنة مفصلية في بناء الجمهورية الثانية بإرادة الشعب الجزائري لأن الوضع الآن لا يحتمل
فالآن الشعب هو من يكون صاحب السيادة، لأن البلد كبير وكبير جدا على هؤلاء المسؤولون. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآن اقتنعوا على أن الشعب في واد وهؤلاء في واد. جفت الأقلام وطويت الصحف، علينا بإنقاذ الدولة الجزائرية الحبيبة وحفظ أمانة الشهداء والمجاهدين الأبطال، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي الأخير أخي مقلوف أقول نرجو من الله عز وجل أن ييسر للرئيس لمخاطبة شعبه وتوضيح الأمور الشائكة حتى لا يقع الشعب في متاهات. والسلام عليك أخي مخلوف. وعليكم السلام. شكرا عمر من العاصمة. نذهب إلى باتنا إذا عند عيسى. خويا عيسى مرحبا بك، السلام عليكم. بخير مخلوف. مساء النور خويا. بارك الله فيك ونشكركم على هذه القناة اللي تخلينا نمدوا رأينا، وحنا ما حناش الناس اللي نسبوا الناس، عمرنا ما سبينا حتى واحد. شكرا خويا. راك تسمع مخلوف؟ يا اخي تسمع مع عمرنا ما سبينا. نعم اسمع فيك خويا. ما سبينا حتى واحد، والناس اللي تشكي يقول لك الاخرين يسبوا هما اللي يسبوا. لا احنا ما مش مسموح بالسبان عندنا في القناة خويا. دوكا هاو سب الناس وهو يشكي. ولحسب ما فهمت او مشارك معكم على الشان هذه تاعو ويدبر على الناس واش يديروا. ما نظنش. المهم. نعم عيسى كمل كلامك. وفيما يخص هذا القرار تاع الرئيس بوتفليقة اشتروا في سيتين ديسيزيون ساج. فو با الشركات عندنا ثلاث شركات اللي نحافظوا عليها. اير الجيري، سوناتراك، ولا وسونال غاز، هذوما تاعنا تاع الشعب. يفو با يبيعوهم. وبوتفليقة المرة هذه أنا نشكره على هذا لا ديسيزيون اللي خذاها. ونشكره سيرتو كيمد لي زمازيغ مد لهم رجع لهم الاعتبار تاعهم، والبلاد هذه درك توقف. مادام قال لهم لا 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 اعطاهم راس العام صح. كيفاش كيفاش عيسى عيسى والله غير درك انت تتقعد ويولي عندنا توريزم يولي عندنا كلش. اما بكري كانوا مغمضين على العربان هذو اللي عندنا ولاو عرب اكثر من العرب. خويا عيسى الحمد لله ونشكر بوت. عيسى تسمع فيا عيسى؟ الشيء اللي داروه عيسى. نعم لب الموضوع. نعم. هو لب الموضوع ماشي قرار على فيما يخص، هو قرار يعني فيما يخص ويحيى، يعني هو يقول لك نخدم ب ويحيى. نعم ويحيى يا اللي فتيجي. لا هو يقول لك نخدم بال نخدم بروجرام تاع عبد العزيز بوتفليقه، برنامج رئيس، برنامج رئيس، ومن بعد شفنا ويحيى ولد عباس، ومن بعد شفنا باللي رئيس الغى هذا القرار، دونك ما كانش برنامج رئيس يستعمل فيه ويحيى. هذا ولا بالموضوع يعني حبينا نعرف واش راه يصرى في دواليب السلطه، يعني ويحيى وكل واحد يخرج يقول لك برنامج رئيس، واش رايك؟ كيف بصح ام خلوه بصح. نعم قال لك نخدم البروغرام تاع الرئيس كي يكون في الاتجاه الصحيح. كي يكون الاتجاه الو. نعم كيكون في الاتجاه صحيح. شكرا لك. شكرا شكرا عيسى. شكرك مباتنا اخويا الى فرنسا. اذا محمد مرحبا بك. محمد الو. نعم خويا محمد تفضل. الو. نعم محمد. نعم تفضل خويا تفضلك على المباشر. نقص التلفاز. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقص شويه تلفزيون نقص. الله يهديك تفيد. نعم. هذه قناه حنا باهم ديفونديو الجيري اون ديفو با اونتر نو. حنا هنا باهم ديفونديو البلاد هذه باه نخرجوا هادو الناس فيتو. فو با انسان يريكلامي على الاخر ولا اللي ما قادرش يهضر اللي ما قادرش يجاهد. حنا نجاهدوا بدمنا مش بالصوابن تاعنا، نجاهدوا بولادنا يا قف قبله. حنا الجزائر حابين نخرجوا ان شاء الله من هذه. وحدي
وهذاك ما يسمعوا فينا كي تشوفونا نهضروا هكا واش مرجل اللي حنا قابلوهم. حنا لازم نكونوا ديزور في المغاربيه راهو عارفونا حنا الرجال. حنا رانا رجال وانا قادرين قادرين نضحوا بحياتنا وزياده بين حنا جالسين كاونين ونديسكيتو ونطلو ولينا نتقابلوا مع بعضنا واحد يعاير واحد يهضر ما قادرش يا خويا يجبد روح. حنا ولينا المغاربيه كثر خيرها. باسكو عطاتنا غنفوت معكم اللي نجمو نخاطبوني بوالي وهادو اللي عندنا في الجزائر. وحنا هذا بوتفليقه هو تكافح كي ما نتقبلو والو. حنايا النظام هذا لازم يخرج. وانا باسكو ولاخويا قال لك رد اعتبار بوتفليقه للقبائل. القبائل عندهم الاعتبار بلا بوتفليقه وحنا كامل القبائل. وهذه هي اللي حات وحد الجزائر والمغرب العربي. هذه الامازيغيه. ان شاء الله. هي لاحظت واحد العالم العربي المغاربي هذا المغاربي ما كان نقولوا العربي فاكولا بيغيتي ديسيتيير ليزيرمون الجيريا الكولونيزمي هذا النظام لازم يخرج ولا فا ديسكسيون افيك لازم يشونجيو لازم الناس يشونجيو ولا الناس دخلوا لا رجال لازم يتفاهموا شكرا لك محمد نشكروك من فرنسا عبد القادر في الانتظار من سطيف إذن عبد القادر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ مخلوف نضم صوتي. نضم صوتي للأخوي سيبقين. يعني فايدة راه يأكل. يعني من اللي تفتح وهو يستهلك يستهلك يأكل عكس الهاتفين السابقين الرقمين السابقين. أما بالنسبة للمؤسسات. بالنسبة لمؤسسات الدولة قدرها تحافظ على المؤسسات هذه أكثر من تكنات العسكرية ولكن ما هذا مقصود السؤال يعني الحقيقة طرحه الأخ عادل من السابق كيف استطاع مثلا ويحيى هذا في التسعينيات يجعل المؤسسات واليوم لأنه استغل في التسعينيات الإرهاب والأموات وكل لأن الذي يرفض مباشرة يقول له أنت إرهابي واليوم استغل وضعية الرئيس أين هو الرئيس؟ إذن هذه مقصودة فتح المؤسسات مقصودة أما الرفض ولماذا جاء الرفض؟ لاحظوا بأنه يحيى عكس تبون تبون مباشرة عندما جاء بدأ أراد أن يعاقب الرجال المال أما يحيى بدأ بالتدرج لم يصرح هذا في بدايته حتى بعد مدة ولكن عندما صرح 1200 مؤسسة تفتح الآن جاء رد الفعل هذه هي إذن هذه مقصودة وفضلكم رجعون الهاتفين السابقين حتى نسأل السلام عليكم وعليكم السلام شكرا عبد القادر مستيف برج ملاين إذن عند عمار مرحبا بك عمار خويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زولي عمار أنا بغيت ندخل بارك فيما يخص الذي قال إن هذه القناة قبائلية نطلب منه الهداية والصبر آمين إن شاء الله أجمع. أكثر لتدخل في هذه القناة المباركة وعدم قذف في الأشخاص النزهاء والأبرياء لأنهم لا يختارون الأرقام المشاركين حتى يتهموا بالأشياء ليس لها أساس عليك التأكد ما تقوله يا أخي الكريم ويحيى يعني بوتفليقة قيد صالح ويحيى واحد يسكن برمير إيطاج واحد دوزيام إيطاج واحد طروزيام إيطاج واحد يضرب واحد يرش بالماء والسلام عليكم وعليكم السلام صحيت عمر شكرا عمر برج ملاين لك حل متيس مسيل خونا لك حل محامي مرحبا بك لك حل مساء الخير مرحبا بك مساء النور مرحبا بالإخوة مشاهدي قناة المغاربية شكرا احنا اولا لا نريد نموذج براغماتية مثل الإيرانيين نرى الإصلاحيين ونرى المحافظين الأفرين والأرندي هذا هو نظام واحد بأدوات مختلفة نريد رؤية جديدة أفكار جديدة رجال جدد
من من ثمش نلقاو تربط سلطة القرار في رئيس الجمهورية مثلا فقط، والبرنامج تاع رئيس الجمهورية اللي اختفى، وبرنامج رئيس الجمهورية اللي قابل في الكتاب لدرجة أن في بعض الأحيان تكون غير احتجاجات تاع الشرطة تروح للرئاسة. احنا شفنا باللي الشرطة راح للرئاسة احتجت. إذا وراء دور البرلمان، وراء دور مجلس الأمة، وراء دور الوزارة، وراء المسؤولين. هنا سؤال يبقى مطرح. المستشفيات مؤخرا صارت فضيحة، قتل عن طريق التقدير، قتل خطأ على كل حال. إذا من الحد الساعة لكن حتى إجاء التأخذ. المرأة ماتت، الجنين تاعها توفى في ظروف مأساوية، تريتين فيها راح الباب تاع وين كاين تموت الحارس ما كانش، المرأة تموت، الناس الله يجعل خير والله، الله يجعل خير، الله يجعل خير. نعم يا أخي الكريم. نعم. إذا حتى الرئيس، حتى بالنسبة للرئيس علي يستمعوا تاع باش يقول قال الرئيس وقال الرئيس وقال الرئيس. احنا من حقنا الرئيس اللي فوطينا عليه ان نتبعوه ونشوفوه ونحاوروه ونكشفوه حاجية، والا اذا ولينا في برنامج تيقظ شرعية مشى بالتزوير اضعاف المعارضة وجعل كل احزاب ماهوش على خط واحد، اذا اخضاع المواطن الى الحقيقة المرة تاع انه عبد مستعبد، اذا ما لناش في دوله الحق والقانون. وتوظيف جهاز الامن العدلي خدمة مصلحه الناس المعروفين ما لناش في دوله الحق والقانون. وشكرا وشكرا شكرا لك لك حل. اذا من تيس مسيد القسنطينه عن نور الدين، مرحبا بك نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام نور الدين خويا، مرحبا بك. ونشكر ونشكر سي عبد القادر مصطيف على الكلام تاعو المنطقي والموزون، سبحان الله، الله يعطينا يعطينا الرزانه تاعو. اخ بخلوف اقول لك هاد النظام هذا كاين واحد الكلمه يقولها مالك بن نبي، يقول لك اذا غابت الفكره ظهر الصنم. هذا راهو يخاطب الشعب الجزائري بالجاهل، راهو يغرس في الشعب الجزائري الجاهل. وهذا النظام الراسي تاعو فراخ راسو الراسي، راسي الصراي راسي تاعو انتهى، منتهي الراسي، ما بقالوش. راهو يكذب على الشعب، كاين مشاريع وراح يبيع. وهاد هاد 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 الطغمه هذه اللي تبدا بها الشعب الجزائري معروفين من ملي يقول لك ميزانيه 1936 هما هادو اللي يبيعوا الجزائر، بياعين تاع الجزائر. نعطيك مثال برك باللي تشوف الجزائر فيها كاين عباد رجال ولاد بلاد الجزائر، وكاين رجال بياعين اللي يبيعوا الجزائر. كانت واحد الكونغري في بولوغين تاع مؤتمر تاع الجزائريين اللي اجتمعوا فيه دعاه الاصلاح ودعاه الاندماج ودعاه الاستقلال. كان جا تما واسمه بصالح الحاج جاي يلقي كلمه، هادو مصحاب البياعين هادو ما حبوش يخلوه يلقي كلمه. وكان الرئيس الشرفي تاع المؤتمر هذاك بن باديس، قال لهم شكون هذا؟ قالوا له هذا تاع فرنسا، اللي دار حزب فرنسا تاع شمال افريقيا، حزب شمال افريقيا. هما قالوا له ما مخلوش، قالوا طلع هضر بصح ما تطولش. واش قال لهم؟ طلع كي طلع يهضر، طلع المنصه، طلع معاه كمشه تاع اعتراف في يدو. كي طلع هضر شويه وقال لهم خرج هذه الكمشه تاع اعتراف، قال لهم ستار ني با فوند، هذه الارض ماهيش للبيع وما باش للبلاد هذه، وهادو يعرفوا غير يبيعوا. وحنا كي تسمع هذه خصوص في المؤسسات لما شي يخلصوها الجزائريين ولا فرنسا، وهذا رجال الاعمال هذو هما لي باترونا هذو رجال. ولينا ولا الجزائر عندنا رجال اعمال ونساء اعمال، باش تولي ملياردير راك عارف واش يكون بيدي 1 مليون دولار باش يكون عندك مليون 1 مليار دولار. راك مليون دولار، انا نعرف انا راسي صغير ما نعرفش تحسب 1 مليون دولار. كاين لا شامبيونز ليغ تاع الافريكان، راك تلعب على يوروت ورايح وكذا ودي ديبارتمون تدي 1 مليون دولار. كاين لا كوب انتر كونتينونتال كي تديها كي داتها ريال مدريد ولا شحال تدي 5 مليون دولار. انت الناس تهضر بالملاير، منين جابوا الملاير هذوما؟ الناس هي تقول لك ازمه وازمه، الملاير هام لي كم عندهم، واحد كاين عنده 2 مليار دولار، واحد عنده 3 مليار دولار، ما
من راح ديروا مع دابا ها ويجي يقول لك راه في ازمه البلاد راه في ازمه منا داو درهم تاع الشعب وراه بيضحكوا الشعب وهذا يقول لك يقول لك من امن العقاب اساء الادب ويقول يسيلوا يسيلوا الادب حتى كي تتنفر في الشعب الجزائري وما يحكموا دراهم ويرسلوا دراهم ويروحوا يخرجوا يروحوا للخارج يعيشوا بالدولار تاعهم هذا وشاو هادو مال الوالي وهذه وسمه عار تقعد على اي جزائري حر عنده قادر يدير التغيير وما يديروش ويشوف شاف يشوف في المنكر وتاكد كان هادو ما كان دي جينيرو ورطوهم كان دي جينيرو عاطينهم عاطينهم دي زابارتومون في كل بلاصه دي زابارتومون وعندهم نساء هكايا بنات يروحوا ليهم قدام الناس انا نقول لهم روحوا للحلال كان اللي يقول لك حرم لك هذا يقول لك تهزوا تزوجوا ديروا اربع نساء منها اصبروا نساء الجزائريين بصح ماشي تروحوا تبصوا لها هذوما ساكنين عند نقولوا على المنكر صاير في البلاد هذه وين رايحه هذه نقول لك حاجه تحيا الجزائر حره اديه فتيه قويه وتحيا جهنم للخونه كل ما يكون الجزائر بصيره جهنم ذا جهنم تحيا غير لهذ العباد هذوما السلام عليكم شكرا نور الدين خويا نشكروك فرغت قلبك كنت معنا مخصنطينا اذا عبد القادر من ورقلة مرحبا بك عبد القادر السلام عليكم سيدي الخويا وعليكم السلام ورحمه الله يا ابن عمي راني دام بكم في قاعده والله اني قاعد نعم ماذا يحدث في دواليب السلطه بعد تعليمات الرئيس خويا عبد القادر السلطه ما فهمت خاطر التلفزيون خاطر المغاربيه ما عنديش راح حتى لو تعاود التلفزيون نعم خويا وتكلم المغاربية حتى من قصيدة التلفزيون وتكلم حتى عيطت لصاحبي قلت المغاربية راهم واللي راح جا قلت والله ماني عارف انا من قصيدة التلفزيون شنو الموضوع الخايفين قلت لك حبينا نعرفوا ماذا يحدث في دواليب السلطة يعني قرار اللي خداه عبد العزيز بوتفليقة باش الغى لي بروسيدير تاع ويحيى اللي دارهم تعليمات يا ودي شو يا ودي راني والدي يقول لك الزبد غاشر بالبيض ما ياكل كيف لك حل والله العظيم قلت لك راك راسي مقلوب ما دام ويحيى وانت عيد بوتفليقه وبوتفليقه والله العظيم يا جزاء ما تشوفتها قطع على هذا النظام اللي في الشعب قطع عليه ساكنوا في كرسي ماطر ثم الرجال في تونس نعطيهم مرتين قطع على ذوك الرجاله انا هضروا قبايل في الجيش والدوله وحدهم المنزليه قال لك ما نقراهاش انا نقرا المنزليه وديما نقرا سيدي يقرا المنزليه يقرا تاع اسرائيل قطع عليه قبايل الرجاله وما يطلع حلاهم وما دام جاي الشهر في الجزائر ونسيت الوطني يا والله الجزائر ماشي بخير اليوم وما عاونش كيما خير شكرا لك عبد القادر من رقلة صالح اذا سي تيزي وزو مرحبا بك صالح يمنا صالح يزم وساوي لك ذس مع وشيه سي بقاي تيدي وغال الناس لما ينكا معوش الله يسلمك الزول في لك ما مخلوب الزول لك ما انا واش نقول احنا ما نلزمش نتبع وتبون سلال ويحيى احنا نظامنا مع هذا النظام مع هذا السلطة الحاكمة والنظام المستمر منذ الاستقلال عندي نداء للإخوة ناطقين بالعربية وبالأمازيغية أنا كممثل مناضل منتخب للحركة الثقافية ما كان حتى فرق بين العربي والأمازيغي في الجزائر ما كان لا خلاص نسمعوا للناس تشتم من الطرف ولا من الطرف الآخر احنا وحده موحده ونناضلوا من اجل وحده شمال افريقيا خطونا من الشتم من الطرف للطرفين ربي يعاونكم خويا مخلوق صحيح اقمتنا معوش لكن نشكر اكيد يعطيك الصحه اقمتنا مشاهدينا الافاضل باش برك نذكر المشاهدين يعني بدلنا لي فريكونس في قناه المغربيه الاولى والثانيه اسمك تي وي ذات تونين بلي نبدا لي فريكونس دي تمازيغ المغربيه تمازيغ تمزواروت المغربيه استعرفت نبدليتن في اذا انتظار اتصالاتكم نذهب الى فيديو بعد يعني فيديو يحيى يعني اللي مد فيه بعد تصريحات لبرنامج فخامته ثم نعود إليكم نروح هنا وليا الفيديو يجي مشطوح نتراجع سوا نولي نولي كان الفيديو يجي مشطوح ويحيى عند يدفك كلا يعني البروغرام من عبد العزيز بوتفليقة والنغال الغرون
كلام الليل يمحوه النهار، هكذا يبدو الحال في الجزائر مع قرارات كثيرة تتخذها حكومات الرئيس، ثم بعد ذلك تتدخل الرئاسة بقرارات متناقضة تماما تلغي إجراءات الحكومة أو عملها. في آخر التفاصيل تشير مصادر كثيرة أن الرئاسة رفضت رفضا قاطعا توجه الحكومة للتنازل عن جزء من رأس مال الشركات المملوكة للدولة، ووجهت تعليمات صارمة لأويحيى بوقف هذا التوجه. حكومة أويحيى كانت قد أبدت استعدادها خلال اجتماع ثلاثي ضم نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل الشهر الماضي لخصخصة الشركات العمومية بهدف وقف التدهور المالي الذي تشهده البلاد. كان اللقاء هذا فرصة مثل ما قلت في الافتتاح لإعادة ربط الصلة ما بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، وكان كذلك اللقاء جاء في سياق توجيهات أو تشجيعات السيد رئيس الجمهورية للشركاء للتجنيد وتضافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد. كانت لنا فرصة. فماذا يعني رئاسة الجمهورية لإلغاء عمل حكومي؟ هل يعني؟ أفضل مرحبا بكم مرة أخرى. إذا كان هذا بعد صريحات ويحيى فيما يخص برنامج رئيس الجمهورية وكذي لا ذوال خلال لديكلاراسيون عبد العزيز بوتفليقة أن ويحيى يعني البروغرام عبد العزيز بوتفليقة تفاسولا مزورو هي ديك شمن حنافي سي تزملت المكالمة. إذا حنافي من تزملت يقولوا لي عندنا مشكل. السلام عليكم مخلوقات الله. السلام عليكم حنافي. هاي انت اخويا دينا السلام عليكم ودي ودي شو المغرب بيه كل شيء شبيك. السلام عليكم سبيت العرق أزم لي كده أكو كاج ما هو كده كده دول دكا غيلا قندو كل دي الكبورة كي يا أنت نغزر أكو كرنا بطر بيواه يا ويكي ويزي بسكوتة كايون يا ظلين يا فرنسا وعليكم السلام. صحيت حنفي قبتنا ما كان الدنيا كنت اسمك كثير كان سير دقيق لي فريكونس يعني لي شان المغربيه تم زواروت المغربيه تسنات اوريزونتال يون يون سين 5 8 يعني 11 258 اوريزونتال لي فريكونس تجديدين للمغربيه سمازيغ توك تعرفت. وذكر مشاهدينا الافاضل لي فريكونس يعني اللي غيرناهم القناة المغربية الأولى والثانية هما أوريزونتال 11258 أوريزونتال 11258. نذكر فقط اللي راهم يشوفوا فينا عبر الانترنت ويعني لي فريكونس جدد تبدلوا يعني تبدلوا من اليوم على قناة المغربية الأولى والثانية.
وصلنا إذن إلى نهاية الحصة مشاهدينا الأفاضل، شكرا على حسن المتابعة، نقول لكم نعطيكم غدا إن شاء الله موعد في نفس التوقيت وإذا تدغد توالين نبضيها ارتقارا نوفا بوساقا ونفكاق تمني ليت إن شاء الله هزكايد ون لو ناقي ما يبغى ربي غسير دينا ودينا كان هي تنمير تنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.